يا صباح الفل والجميع على حضراتكم طبعا في حلقه جديده من برنامجكم طبعا المتميز ميديا زوم. طبعا زي ما عودناكم في كل فقره وكل حلقه معانا بيبقى مواضيع مختلفه وشيقه. النهارده بقى معانا فقره مميزه جدا وفيها طرب اصيل، طرب شعبي اصيل بيرقص. معانا مطرب مميز جدا وصوته جميل جدا، يا رب الفقره دايما تنول اعجابكم. وصباح الفل يا محمود. صباح الفل يا داليا، وصباح على كل اللي بيسمعونا وشايفيننا النهارده مع المطرب اللي هيمتعنا كلنا، هندلع النهارده بصوته النهارده ان شاء الله. صوته جميل جدا ومميز جدا وان شاء الله هيعجبكم. معانا المطرب عبد الرحمن كارم. طاير يا هوا طاير عالمينا، رايح يا هوا خبر اهالينا، قصة الهوا تفتن علينا، امرك يا هوا خبر اهالينا. طاير يا هوا طاير عالمينا، رايح يا هوا خبر أهالينا، قصة الهوى تفتن علينا، أمرك يا هوى خبر أهالينا. جينا يا هوى للبحر جينا، وشط وناس بعيد عن عينينا، وحلفنا المية لقدار علينا، ما شاء الله عليك ما شاء الله عليك. فضل. صوتك جميل. طب الاغنيه جميله وكمان من صوتك حلو قوي يا عبد الرحمن. كنا بقى عاوزين نتكلم معاك الاول، نرحب بيك. صباح الفل عليك يا عبد الرحمن. صباح الفل عليكم جميعا. صباح الفل عليكم. صباح الفل عليك. كنا عاوزين بقى تقول لنا بدايتك الفنيه كانت ابتديت ازاي، وكمان يعني الموهبه والموسيقى من صغرك ولا الموضوع جه ازاي؟ والله هي الفكره كلها ان انا كنت بحبب الغنى وكده، طبعا اتشبعته من البيت عندي. عندي والدتي ما شاء الله عليها، يعني انا بحب صوتها جدا، فانا اكتسبت منها دي ما شاء الله، يعني حبيت المجال بسببها ما شاء الله. طب عرفنا بنفسك. طبعا زوجتي. يعني طب عرفت بنفسك الاول عبد الرحمن. عبد الرحمن كارم محمود من اسكندريه. درست في معهد الموسيقى العربيه دراسه حره، سولفيج، يعني اتعلمت شويه، قلت يعني ادعم شويه الموهبه البسيطه الضئيله اللي عندي ان انا ادعمها بشويه ركوزات عشان ابدا. لا بس ما شاء الله، يعني صوتك جميل جدا بسم الله ما شاء الله. واضح انك بتمارس بقالك كتير اصلا. يعني عملت اكتر من، صورت اكتر من حلقه اكيد في التلفزيون. بقالك قد ايه بقى بتغني على كده؟ يعني كده ممكن 7 سنين مثلا. ما شاء الله 7 سنين. احنا طبعا قبل الهوا كنا بنتكلم، فانت قلت لي بتغني غنى طربي شعبي بيرقص، اللي هو زي طاير يا هوا محمد. تمام. وفي في فيديو ليك معانا لطاير يا هوا، صح؟ فممكن برضه هنشوف الكليب. هي دي الاغنيه هنعرضه وهنشوفه دلوقتي. تمام. طبعا ده طاير عالمينا، رايح يا هوا
يحيا هوا خبر اهالينا الصيف هوا وتفتن علينا علينا امرك يا هوا خبر اهالينا عارف يا هوا ما شاء الله عليك. لا ما شاء الله عليك حتى كمان في كاريزما يعني في يعني في بعض المطربين مثلا وهم بيغنوا مش حاسس فيهم بكاريزما المطرب يعني هو في الحاله بقى اللي تقولها عشان تقدر يعني عشان تعرف تقولها صح تعرف تقولها تعرف توصل هو حتى الاغنيه نفسها الكلمات بتاعتها لازم المطرب يكون هو عايشها حاسسها عشان يقدر يوصلها للناس طبيعي. فانا شايف دي فيك ما شاء الله عليك يعني بتقدم كويس صوتك جميل جدا وفي حاجه كمان عايزه بس يعني برضو تقدمها لنا تعرفها لنا يعني تحكي لنا عن كده عن بدايتك انت بدات ازاي عملت ايه من بعد طبعا ما والدتك اكتشفتك طبعا اكيد هي اكتشفتك فما شاء الله عليها يعني كانت بتدعمني دايما يعني بس طبعا الدعم الاساسي دلوقتي خلاص يعني خدت مكان يعني خدت مكان كبير قوي هي زوجتي بصراحه يعني بتدعمني كتير بتقف معايا هي بتساعدني البركه فيهم هما الاثنين طبعا البركه فيهم هما الاثنين احكي لنا عن بدايتك بقى بدايتي والله ان انا حبيت الغناء قلت طب ما اجرب اغني غنيت شويه يعني على الفيس بقى كل واحد بقى بيقعد يعمل فيديوهات وكده جربت وعملت مره تقع مره تفشل مره تصيب مره طب بالنسبه فيه. انت قلت لنا اللي دعمك كان على المستوى الاسري هي والدتك وزوجتك حاليا مين بقى اللي دعمك في مشوارك الفني يعني كنا عاوزين نعرف اكتر حد كان واقف معاك وحابب تشكره معانا على الهواء اللي راح بشكره المهندس احمد صقر مهندس تعدين في شركه بترول ده المايسترو بتاعنا في الفريق بصراحه يعني دايما بيدعمك ويديك الجول طبعا نشكره طبعا بس بعد بقى يا خلاص احنا شكرناه ومش عايزين نتكلم كتير عشان ما ضيعش وقت عايزين نسمع صوتك طبعا يا جماعه فعلا احنا عاوزين نسمع صوتك جميل عايزين نسمع صوته لا نسمع صوته جميل ما شاء الله عليك تحب تدلل لنا ايه كده من صوتك تحب تسمعه يعني حاجه قديم ولا حاجه يا ريت تبقى طربي كده اصيل جميل من الزمن حاجه كده بصوتك الحر الاهداء بتاعك وتهدي وتهديها لمين وتهدي الاغنيه دي لمين لا الاغنيه دي اهداء لحد عزيز عليا قوي زوجتي فانا غني لها حاجه حره طب اتفضل بقى غني لها طبعا عاوزين نتكلم بقى كتير احنا عاوزين نغني على طول الاغنيه دي هي سبب اقناعها ان انا صوتي حلو تمام كويس سمعنا تعب الهوى قلبي والحلو مش داري والامتى هنخبي على بعضي ونداري تعب الهوى تعب الهوى تعب الهوى قلبي حبينا ودارينا وليلنا بيطول ويا ريت ما خبينا على بعض من الاول واصبرنا ما لقينا الصبر بينول وقلوبنا وعنينا مش راضيه تتحول ضيعت ايامي ايامي من شوقي وهيامي وهيامي وانام باوهامي باوهامي واصحى على ناري على ناري تعب الهوى تعب الهوى تعب الهوى قلبي قوي محمد فوزي وجمال محمد فوزي وجمال صوتك والطرب الاصيل طيب طالما اتكلمنا عن الطرب الاصيل بقى قول لي ايه اكتر مغني من الزمن الجميل انت متاثر بيه او مغنيه يعني اكتر حد بتحبه هو انا هقول لكم محمد عبد الوهاب ده المرجع بتاعك اصلا يعني ده مرجعيتي لاي اغنيه انا عايز اغنيها برجع له هو الاول امسك القرار بتاعه كويس امسك المقامات منه هو انا بسمعها منه كويس كده كده انت اتعلمت اصلا المقامات دي في المعهد الموسيقي اتعلمتها تعليم حر فهتفهمها بسهوله يعني ما شاء الله عشان خاطر ادوز الموضوع في دماغي وابدا ان انا اعيش الاغنيه بحب اسمعها هو جدا 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 فوق ما تتخيل طب وبالنسبه بقى للمغنيات بتوع الزمن الجميل برضو ايه اكتر واحده اتاثرت بيها وبتحب تسمع لصوتها ورده جميله قوي انا دايما كانت والدتي تغنيها فانا كنت بحبها طبعا ام كلثوم دي حته ثانيه طبعا كلنا بنحب ام كلثوم هنسمع اغنيه منك بقى اغنيه غريب الضوء هم طالبين بس دي الناس كلها طالباها طبعا بصراحه هي مطلوبه مني حالا دلوقتي نسمعها بقى بصوتك الجميل المميز غريب الدار دلوقتي حالا نسمعها اتفضل اتفضل عاوز تقف وقف عايز تخليك قاعد زي ما براحتك اتفضل
ما شاء الله عليك، الله اكبر عليك، صوتك جميل جدا ومميز. بس احنا عشان احنا خلاص في نهايه الفقره ومفروض ان احنا ناخد، بس عشان نختم عايزين نختم بالكوبليه اللي انت قلت لي عليه بالتسعه اهجتي اهلي. احنا بس الاول احنا بما ان الفوز ده مميز، احنا صوتك مميز واستمتعنا بيه قوي النهارده، واكيد اعتقد ان الساده المشاهدين كلهم استمتعوا بصوتك النهارده يا عبد الرحمن، وشرفتنا ونورتنا. احنا وصلنا لنهايه فقرتنا النهارده، بنشكر كل الساده المشاهدين. بس هنقول نختم بيها، عبد الرحمن هيختم بقى معانا باخر كوبليه للاهلي، ومبروك للاهلي، مبروك مليون مبروك للاهلي وجماهيره وادارته، والف مبروك على الفوز وعلى حصوله على المركز الثاني. ممكن حاجه بسيطه كده اقول عشان معانا دقيقه، كانت من كلمات رمضان محمد اكيد الشاعر الكبير المعروف اللي عمل اغنيه 100 وش لتامر حسني، وعمل شغل كتير قوي ما شاء الله. هو اتفضل معانا اي حته كده، انا عارف حاجه بسيطه، انا عارف انك مش عايز تحرقها عشان هي المفروض ان هي لسه ما نزلتش، هي لسه الاغنيه في العمليه، حاجه بسيطه بقى للبرنامج لسه في العمليه لسه في التشغيل، فيعني عشان قالوا حته بسيطه. طب يلا اتفضل عشان نكتب بيها. التاسعة هجت وبتقول لك وحشني وأسفة اتأخرت، دولاب بطولات الأهلي مكانها اللي بجد، والتاسعة هجت ده الأهلي بإنجازاته والأهلي ببطولاته يا علي وعلى حكاياته، ده الأهلي كبير قوي. شكرا.
منوره شرفتنا. كان نفسي اسمعها دخلتها جميله. مبروك للاهلي، ووصلنا لنهايه فقرتنا النهارده، في فقرات ثانيه كتير ان شاء الله. بنشكركم، يا رب تكون الفقره عجبتكم. شكرا جزيلا يا محمود، شكرا جزيلا يا عبد الرحمن. شكرا عبد الرحمن، شكرا جزيلا، شكرا لك. المتابعه.